الله بالنسبه ل الحمد لله كان واحد الطلب كبير على التذاكر، لان كاينين دابا شي ثلاثه القاعات اللي مفتوحين، فكاين قاعات اللي هما بالفلوس وكاين قاعات اللي فيهم التذاكر اللي حنا عارضين على الناس، خصوصا الصحافه والمستشارين اللي معنا والاخوه اللي تعاونوا معنا والممثلين باش يكون واحد اللقاء، وكذلك النقاد. فالحمد لله ما كناش منتظرين هذا الوفد كله ديال الناس غادي يوفد عندنا، وهذا فكنعتذروا لهم وكنتمنوا انهم يسامحونا، لان ما كناش منتظرين هذا. وربما الصدى ديال العرض باقي بالاول اللي كان في الرباط، الناس عرفوا ان الفيلم يستحق انه يجيو يشوفوه، فهذاك الشيء علاش جي. ولكن تيبقى الحكم دائما من بعد ان شاء الله، نتمنى انه ينال اعجابكم. الفيلم السينمائي نيضة هو من الاعمال ديال المخرج والكاتب السيناريست سعيد الناصري. قصة جميلة من الواقع المغربي، يعني اللي كتمحور على سميتو نايضة، كبرها صغار، يعني ملي تكبر شي حاجة كتولي صغيرة، ويعني كيصور الواقع المغربي وكيصور واحد النقطة اللي هي مهمة، هي التفاعل ديال الحكومة مع الشعب. خاصها واحد الكلمة ديال السر الواحدة هي اللي كيعالج فيلم، هو الحوار. ملي كيغيب الحوار كتغيب جميع يعني النقاط ديال الاشتراك ما بين يعني المتلقي وما بين المتلقلة. هاد الشعب اللي هو كيجسدوه في كارير رحامنا فنيا، اللي هو احدى دور الصفيح اللي كاينه في مدينه الدار البيضاء، واللي غادي يمشيو يتلاقاو مع الحكومه المغربيه برئاسه رئيس الحكومه والوزراء، وغادي يطلبوا جميع المطالب اللي هي مشروعه وليه بسيطه جدا، ولكن غادي يوقع واحد سوء تفاهم اللي غادي يضطر الى تدخل عناصر ديال الامن والشرطه، اللي هي كنجسد الدور هذاك. حسن لي الشرف مع واحد المجموعه ديال المؤمنين ديالي، هو الجار ديال سعيد ناصري واللي ولد اختو مزعود فيها، بيناتهم واحد ليستواغ دامور زويونه، ولكن مع الاسف الحب والفقر ما كيتلاقاوش الفيلم ماشي في الحقيقه. دونك هذا هو لو رول ديالي، غنحاولوا كيهضر على هاد الاشياء وهذا مكان جد رائعه. هذا ماشي اول عمل ديالي، انا ملي كانت عندي 14 سنه وانا كنشتغل مع سعيد وكنعتبره بحال الاب ديالي وكنبغيه بزاف بزاف، وكنبعت ليه رساله الشكر ديالي وتحيه كبيره لذاك الانسان. نهار صورنا في الكاريان داك الترحيب ووليدات الشعب والنشاط هادشي الرساله ديالك الجمهور، كنشكرهم بزاف على الحضور ديالهم وعلى التشجيعات ديالهم، وكنبغيهم بزاف. عيد مع الوزير، انا وزير كنت وعلي ويلي على الوزير، اكبر وزير داز في تاريخ المغرب، عرفتي شكون؟ ما عرفتي شكون، شكون هو؟ سي عبد الجبار الوزير. ديال يوسف واحد الشخص اللي عايش في اجمل وابا سعيد في العالم، الله يحفظك انت حبيبي انت، يعني فيلم اللي كيحكي على الفئات الهشه وعلى الشعب، يعني في لابروفوندور الشعب. لو رول ديالي يوسف واحد الشخص اللي من هذاك لونفيرونمون، وكيتلقى راسو في واحد المشكل اللي شويه صعيب باش ما نضحك. مزيانه وسعيدك عفو الضحك وصافي. بليزير بليزير خويا.